جهده، ولو قلت لي من هو هذا، ولو قلت لي من هو هذا، قلت لك سيد محمد. ومن هالعلوم اقتسبها اقتبسها، وهاي هي عيد محمد كانت الفكرة نفسها. شوف هش أعطت العالم، شوف هش أعطت العالم في مناهجها ودرسها. هذه بذرة شلون بذرة، وهذا هالعالم هالعالم غرسها. هذه بذرة شلون بذرة، وهذا هالعالم غرسها. ولو قلت لي من هو هذا، قلت لك سيد محمد. هذا علمه، هذا علمه، وبعد عاين صورته وليه تفكر بالعلوم اللي حواها، حير الأفكار واكثر. هذا علمه وبعد عاين صورته وليه تفكر النظر في وجوه العلماء، أو النظر في وجه العالم عبادة. هذا علمه وبعد عاين صورته وليها تفكر بالعلوم اللي حواها، حير الأفكار واكثر. روح اسأل واقرأ عنه وشوف، روح اسأل واقرأ عنه، وفي علومه هم تدبر. تقرأ آيات ومعاجز والكتب كل يوم تصدر، ولو قلت لي من هو هذا، قلت لك سيد محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا نقتدي بكم ونقتفي آثاركم، فنفوز والله فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي، صنفان من أمتي إذا صلحا صلح العالم كله، وإذا فسد فسد العالم كله، العلماء والأمراء. الحديث سوف ينقسم إلى قسمين: حديث عن مظلومية السيد الشيرازي رحمة الله عليه، وحديث إلى حكام اليوم. والمجلس بطول، ما بكون مختصر، يعني اللي بيمشي خليه يمشي، واللي بيقعد خليه يقعد، وإذا واحد حلل الحديث خليه يقعد، لأن السيد ما ممكن أن تشبع أنت ابن الصاع. السيد كبير في علمه وشخصيته وأخلاقيته، وأنا ما رأيت مظلومية كمظلومية السيد رحمة الله عليه، وإنما أقول مظلومية لأننا شخصيا ما زلت مظلوما من وراء السيد هذا رحمة الله عليه. وبنقل لكم بعض التجارب حتى تكون للعظة والعبرة، وأسأل الله الهداية وحسن العاقبة.
ليش أنا أتكلم عن مظلومة السيد؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ظلموا، وأن الله على نصرهم لقدير. يتكلم إذا إنسان مظلوم الله سوف ينصره، يعني المظلومية بالنسبة لله مهم عامل جدا جيد لكي ينصر الله المظلوم. زين العابدين سلام الله عليه عندما كان يمشي في بعض الأسواق، شوف اختيار المظلومية لتفجير الثورة في قلوب الناس ولتغيير الأوضاع الفاسدة، كان والأئمة سلام الله عليهم يستفيدون من عنصر المظلومية لتفجير الثورة في قلوب الناس ضد الظالمين والحاقدين. زين العابدين سلام الله عليه كان يمر بالمدينة فيرى قصابا بيده كبش، منظر عادي جدا، لكن هو يحول المنظر هذا إلى استثارة عواطف الناس، فيقول للقصاب: أيها القصاب، هل سقيت الكبش ماء؟ يا أخي احنا معاشر القصابين عندنا رحمة، عندنا إنسانية، عندنا عواطف، هذا كبش يا أخي مستحب شرعا قبل أن تذبحه وتسقيه الماء. فيقول له: سيدي ومولاي، نحن معشر القصابين لا نذبح الكبش حتى يعرض عليه الماء أولا. ما نقدر، أنا ما أقدر أذبح لواحد كذي عطشان جوعان. هلا زين العابدين يحول المنظر هذا إلى مأساة، فيتجه نحو كربلاء وهو يقول: أبا يا أبا، قتلت إلى جانب الفرات ضمانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله ظمآنا. شوف يستفيد من ظاهرة طبيعية يجندها بشكل مأساوي يستثير به عواطف الناس. الإمام الباقر سلام الله عليه قبل موته يوصي ويعطي 800 درهم لبعض النساء ويقول لهم: أريد منكم أن تندبنني، يسوون علي ندبة، مصيبة، مجلس في أيام منى. ليش الحركة هاي؟ أيام منى الناس كلها جاية للحج من كل حدب وصوب، شرق، غرب، شمال، جنوب، أيام منى يجتمعون في مكان معين، وإذا بالنادب يندب، وإذا بالصارخ يصرخ، وإذا بهؤلاء النادبات يصحن: قتل ابن رسول الله مسموما. يسوون مجلس على الإمام الباقر أيام منى. ليش؟ لأن العالم الإسلامي كله مجتمع في منى ذاك اليوم، ولما يعرف العالم الإسلامي بأن الإمام الباقر سلام الله عليه قتل مظلوما، مغصوبا حقه، غريبا، مسموما، الكل روح: ليش قتلوه؟ ليش ظلموه؟ ليش سموه؟ الواحد يروح لديرته يقول له: ترى تعال إمام الباقر خدوه، خدوه بالسم، ينشرون المظلومية بين الناس. هذا ديدن أئمتنا سلام الله عليهم. الزهراء سلام الله عليها كانت بعد فراقها لرسول الله، شوف العبارات: معصبة الرأس، باكية العين، منهدة الركن، ناحلة الجسم، تبكي أبيها ليلا ونهارا، يغشى عليها ساعة بعد ساعة. ليش هالحركة؟ حتى تنشر المظلومية بين الناس، ترى أنا كسروا ضلعي، ترى أنا أسقطوا جنين، أنا عرصوني بين الحائط والباب، حتى تنشر المظلومية بين الناس فيتفجر الناس حقدا على الظالمين. هذا ديدن أئمتنا سلام الله. كلهم قتلوا بالسم، قتلوا بالسيف، ما منا إلا مسموم أو مقتول. السيد الشيرازي رحمة الله عليه، هذا الآية العظمى الإمام الكبير، عاش مظلوما ومات مظلوما حقيقة، من الحكومات، من الاستعمار، من المسلمين أنفسهم، من بعض الأحزاب الإسلامية التي تدعي أنها إسلامية، من بعض الخطباء، من بعض المعممين ظلم السيد، ومن بعض المخابرات كذلك ظلم السيد.
تعال أنا بتحدث لك عن شجرة علي. أنا رحت قم في 14 مارس 82، يعني قبل 20 سنة الكلام هذا. طالب علم جاء من فج عميق من بلاد بعيد يطلب العلم مثلي ومثل غيري. يا أخي توني أنا متعرف على السيد الشيرازي، وأكو علماء آخرين أنا هم متعرف عليهم. أنا مو بس عندي إجازة من السيد الشيرازي، عندي من السيد الروحاني رحمة الله عليه السيد محمد، عندي من السيد صادق الروحاني، عندي من السيد ضياء الدين الإشكوري، عندي مولانا حتى من الشيخ حسن الإحقاقي رحمة الله عليه. عدة إجازات عندنا من كثير من العلماء، لأن نحن مفروض علينا في عصر الغيبة أن ننسق مع المرجعية الرشيدة الصالحة. أنا رحت قم يا أخي طالب علم تو يافع شاب حلو يا أخي، كنا ندرس معالم الدين في الأصول عند السيد محمد السيد مرتضى الشيرازي، وندرس مولانا الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مع السيد محمد رضا الشيرازي في مدرسة جابر بن حيان، ودرس معالي كنا نحضر عند السيد مرتضى في بيت السيد الشيرازي، وصلاة المغرب والعشاء مولاني نصليها خلف السيد الشيرازي في بيتي، ويوم الخميس السيد صادق الشيرازي حفظه الله عنده درس أخلاق نحضر الدرس. أكثر من هذا ما عندنا دروس يم الشيخ العقيلي حفظه الله في المنطق منطق المظفر شرائع الإسلام، دروس مختلف. على كل حال طالب علم مولانا الأجل طالب العلم في قم المقدسة حفظ الله إيران والنظام الإسلامي والسيد آية الله الخمنائي حفظهم جميعا. مولانا في قانون عندهم، طبعا ده القانون السيد ينسفه عرضا ومن كل الأبعاد. السيد الشيرازي يذهب إلى أنه لا جنسية في الإسلام ولا إقامة ولا هم يحزنون، وهذه أغلال وقيود تقيد حرية الإنسان، ويقول رحمة الله عليه يستدل بهذه الآية يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فيعتبر الحدود الجغرافية والإقامة والجنسية والجواز كلها أمور تقيد حرية الإنسان، وأن الاستعمار هو الذي جاء بهذه الأشياء لكي يفتت البلاد الإسلامية ولكي يستعمر البلاد الإسلامية في بحث مفصل. مولانا أنا رايحا بإقامة رسمية حتى أبقى في قم لطلب العلم. هناك 3 أشخاص حفظهم الله وما زالوا موجودين، هم المتصدين للتعريف: الشيخ عبد الحسين العريبي، والآن عين قاضي في المحكمة استئناف، والشيخ إبراهيم الأنصاري بالدرجة الثانية، وبالدرجة الثالثة الشيخ حسين نجات. هؤلاء كانوا يتصدون للتعريف يا أخي، يعرفونك للدائرة إن هذا مورث ثقة نعطوا إقامة. الحكي قبل 20 سنة رحت للشيخ عبد الحسين العريبي ما أعطاني تعريف، رحت للشيخ إبراهيم الأنصاري قال لي تكتب قلما أن أنت تتبرأ من السيد الشيرازي يعطيك تعريف، يشترط عليك أن تتبرأ كتبيا من السيد الشيرازي. أسأل الله أن يهدي قلبه للحق إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله هو مهتدي. مولانا الأجل رحت للشيخ حسين نجاتي تحفظ، قال ما أعطيك تعريف لأن ما أعرفك أنا. هي السالفة مو كذي، السالفة كل من يذهب إلى بيت السيد الشيرازي فهو مشبوه. والله العظيم أنا كنت في قم المقدسة، كثير من الطلاب البحارنة ما يسلمون علي، يكفهرون بوجوههم عندما يروني. أقول لك هذا من أصحاب المنكر، لأنه يوالي السيد الشيرازي ويذهب إلى بيت السيد الشيرازي. بيت السيد الشيرازي شبهات، بيت السيد الشيرازي شبهات، الروح إليه يعني أنت مشبوه، يعني لا تعطى إقامة في قم المقدسة بلد إسلامي. نفس السيد الخامنئي ما يرتضى هالأعمال كلها، وأنا عندي علم بذلك. ما أعطوني تعريف. وين رحتني؟ رحت للشيخ المنتظري حفظه الله، وكان نائب الإمام ذاك اليوم الإمام الخميني رحمة الله عليه. كتبت رسالة مولانا الأجل 8 صفحات والله العظيم. يا أخي شو الحجاب؟ ما تعطيني إقامة لأن شيرازي أنا؟ إيش معناته شيرازي أنا؟ أنا مولانا مقتنع بمرجع تقليد ثبت لي اجتهادي أنا السقوية يا أخي.
رايح ادرس معالم عند السيد مرتضى، ادرس لمعة عند السيد محمد رضا، يا اخي رايح ادرس علم انا، ليش انت تمنعني من روحة بيت السيد الشيرازي؟ ليش؟ على اي اساس يا اخي؟ تعال ناقش السيد الشيرازي، اذا عليه شبهات تعال ناقش نقاش علمي، ما بي اشي يا اخي. الامام الصادق سلام الله عليه يقول: احب الاصدقاء الي من اهدى الي عيوبي. ما في اشي يا اخي، انا بعرف عيبي، تعال عدلني. ما في اشي تمنعني من الإقامة لأن أنا روح بيت السيد الشيرازي؟ بأي حق هذا؟ بأي شرع هذا؟ بأي قانون هذا؟ كتبت رسالة للشيخ المنتظري، الشيخ المنتظري شاف رسالة ملتهبة، خوش بيان، هذا رجل خطيب مؤمن حباب، دز على الشيخ حسن إبراهيمي مسؤول الحوزة في قمة المقدسة، أرسل ولا بابا تعال حل قضيته، هذا ليش هالشكل مأذينه هالولد؟ اتصل في الشيخ حسن إبراهيم، نادى علي، اي والله العظيم، قال لي: تعال انت شنو قضية كاتب للمنتظر كلها؟ قلت له: والله هاي حقيقة شيخ، هاي مولانا حقيقة. قال: لا ما يصير هالحكي. أرسل وراء الشيخ العريبي لأنه المسؤول الأول، مولانا الأجل جابوا الشيخ العريبي مع الشيخ عبد الله الديهي لأن هؤلاء زملاء اثنين كلهم ويا بعض. قال له الشيخ حسن للعريبي: ليش ما تعرف الشيخ؟ شيخ طيب حبام طالب علم ولا يدرس. قال: والله يعني أنا حقيقة ما أعرفه يعني. قلت له: شيخنا الجليل خلي إياك، خلني عندك بالمجمع العلمي شهرين تعرفني، خلني أعيش وياك ثلاث شهور تعرفني، هاي مو حجة، هاي شيخنا الجليل نور عين، نور عين انت خلف شيخ. ايت بلعم، قال: ايش لوني كذا، خير ان شاء الله، ما يصير خاطره. طيب مولانا بعد شهرين شهد الله وعلم جاني البيت في قم، توني متزوج انا بعد. فطرق الباب، من بالباب الشيخ عبد الحسين العريبي مع عبد الله الديل، اهلا مرحبا، زارتنا البركه، يا اهلا بكم، والله انت هني. قلت له: بلي انا هني، وين مو بلندن، انا هني بقم خالص، خلف شيخ، وين اروح انا يعني اروح؟ قال: انت هني هذا بيتك؟ قلت له: بلي بيتي، بلي باسم خالي، لان انا بحريني، ما يصير الاسم باسمي لان بحريني يعني نور عيني، فالبيت باسم خالي. اي حياك الله، بس مر علينا باكر. والله مريت باكر المجمع العلمي، اي يكتب التعريف وايده شكل مرتشفه مضطربه ان هذا ثقة هنا وكذا، ويدرس مولانا هنا وهناك، يتعاطف وياه في امان الله. مع السلامه. وفعلا وصلت الرساله واعطوني اقامه مؤقته في قوم. انتزعنا الحق هذا بكتابه رساله الى الشيخ المنتظري، ولا تدخل حل القضيه. هاي مساله، انا اعتقلت في ايران سنه 92 ظلما وعدوانا من قبل بعض التقارير التي أعطيت للمخابرات الإيرانية في قم المقدسة، خذوني من يزد اصفهان إلى قم 12 يوم سجن انفرادي، نفصل القضية في شريط ساعة ونص. نور عيني خلف شبدي، انت مالي بالأشخاص الذين اتهمونا، أنا متهم بأن شيرازي وأخمس عند السيد الشيرازي، هذه التهمة الرئيسية في اعتقالي في قم. إيه والله العظيم وبالله الكريم، وأخذوا مني تعهد عن أنا ما أروح بيت السيد الشيرازي، وإذا رحت قضي القضاء بما جرى. وفعلا أنا طول 9 سنين ما رح بيت السيد الشيرازي إلا يوم وفاته فقط لا غير. أنا العرض 9 سنين أنا تعهد. القاضي في المحكمة الروحانية في قوم اسمه أربابي، أبو الفضل أربابي، وهو يقول لي بعظمة لسانه، يقول لي: شيخنا انت خطيب جيد ومفروض يكسبونك الجماعة، بس ليش تصرف وياك هالشكل مو لطيف؟ حتى سمع الكاسيتات، كنت أقرأ في ماتم كريمي باللغة الفارسية سنة 92 و93، يا أبو الأشرطة كلها وحتى مال البلاد، قال: انت خطيب محترم مفروض يكسبونك، ليش سوياك شدي مات؟ قال: بس تكتب تعهد ما تروح بيت السيد الشيرازي. قلت له: اكتب: انا لله وانا اليه راجعون. مولانا صدر شريطي، اي واحد يبي الشريط انا اعطيه الشريط، واي واحد يتهمني باننا ضد الجمهورية الاسلامية فهو غير مبري الذمة، وسوف اوقفه يوم القيامة عند الله، احاسبه واكاتبه. الشريط موجود، اي واحد سمع عطى العقلاء من الناس خلي يقول انا ضد الجمهورية يولا.
أنا مو ضد الجمهورية، أنا مع نظام إيران الإسلامي ومع آيات الله الخامنائي، ولا أرضى بتضعيف أصل نظام الجمهورية الإسلامية، لكن أنا ضد ضد التصرفات الخاطئة التي يرتكبها بعض أفراد المخابرات ضد المؤمنين. والمخابرات ما هم معصومين على الغلط مولاني. آخر الأيام هناك سلسلة من الاغتيالات في الصحفيين الإيرانيين، وكان من وراها مخابرات إيرانية، واكتشفت الحكومة الإسلامية في إيران هذا الخط المنحرف في المخابرات، وفعلاً قاعدة تعالجه. أخطاء موجودة حتى في البحرين، حكومة البحرين موجودة، الأمن في البحرين خيانة، الأمن في البحرين تعذيب. إحنا ضد هؤلاء المعذبين في القسم الخاص في البحرين. فيها أخطاء البحرين كثيرة، واحد يحاول يجمع بين الإيجابيات والسلبيات. مولانا الأجل انتشر الشريط في أرجاء المعمورة، ورحت إيران بفيزا من السفارة الإيرانية في الإمارات. مولانا الأجل ذهبت إلى إيران، طبعا المخابرات ما اعتقلوني، قالوا هذا عند لسان قوي زحمة إعلامي، هذا زحمة ما نبي خله شوية، بس اعتقلنا خد تعدنا، أخذنا منه تعهد في أمان الله مع السلامة. بس أحضروني جلسة ساعة ونص. ليش أنت مسوي علينا شريط؟ قلت ليش هالحكي؟ أنت تفلصني ما أقول آخ؟ طبيعي. إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وأنا مظلوم، فيجب علي أن أغتاب الظالم. وأنا ما حكيت ضدك، أنا قلت اللي سويته بي يا أخي، حكيت ما جرى علي ليس إلا. قال بس أذاننا الشريط هذا خلانا الناس تشكك بيني. قلت خليك تشكك بيكم لأن عملكم غير صحيح، عملكم منكر. تعتقل إنسان مؤمن على الظن والتهمة ولم تثبت لك التهمة بأي أساس بأي دليل، ناقشت نقاش علمي. لكن الحقت في قلوب بعض هؤلاء مشكل يا أخي، والله تأذيت شهد الله وعلم. قال لي شوف شيخ، هني تصعد منبر وأصورك فيديو وتتكلم ضد السيد الشيرازي، وإذا ما تكلم ضده شوف شو بسوي فيك في البحرين وفي كل الخليج، ما خليك تصعد منبر. قلت له مولانا الرزق مو بيدك، هو الرزاق ذو القوة المتين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. الله يسوق الرزق ليونس بن متى في قلب الحوت وهو يجري به في أعماق البحار، قادر على أن يرزقني أنا وأنا على وجه الأرض. ايش تتهددني أنت خالي نور عيني؟ تعال تفهم وياي. قلت ليش تبين أقول ضد السيد الشيرازي؟ علمني الحشي بقوله، شنو تبين أقول؟ أقول ولد كافرة عاش منافقة؟ ايش تبين؟ علمني الحكايات خلنا أقول. قال أنت تعرف السيد؟ قلت لا، أعرف حق المعرفة. قال لا ما تعرف حق المعرفة، أنا أقول الكلام وأنا على منبر الحسين وأنا مسؤول عن كل كلمة أقولها أنا، ومستعد للتحقيق مع أي شخص. قال أنت ما تعرفه؟ قلت لي أعرفه ونص. قال لي أقول لك من السيد الشيرازي؟ قلت لي شنو؟ قال لي مزدور إنجليز، يعني عميل بريطاني. اي والله العظيم. قلت له توب الى الله، استحمن الله، ايش هالحكي هذا؟ معاويه اخي حدث العاقل، امام علي سلام الله عليه يقول حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. معاويه ينشر ضد علي بن ابي طالب سلام الله عليه، ينشر في اوساط الجيش واوساط الشام يقول بان علي لا يصلي. انت تقبل؟ انت ايها العاقل المؤمن تقبل ان علي لا يصلي؟ هذا حكي. قلت له انا لحظه، تبين اقول ذا الكلام؟ قال ايه. قلت له بشرط واحد. قال شنو الشرط؟ قلت له الشرط انت كلامك هذا حتى انا امتثله يوم القيامه الله يسالني عدل مو عدل. أقول لي الشيخ محمد سعيد العرادي تعال، أنت ليش قلت عن السيد كذا وكذا وكذا؟ بأي دليل؟ هل أقول له والله بحكم المخابرات؟ هذا غلط، يجب أن أقول له بحكم الفقيه العادل أنا قلت له هذا الكلام، لأن أنا في كل عملي مسؤول عن عملي لازم أرجع فيه إلى مرجع تقليد صحيح لو مو صحيح. قال كلام سليم. قلت له إيش رأيك أنا هذا الكلام
نروح لأحد مراجع التقليد، فإذا هذا المرجع قال لي قول أنا أقول، شو رأيك؟ قال حكي حلو، كلام سليم. قلت له من هذا المرجع التقليد حتى نتفق عليه يكون مرضي الطرفين يعني؟ مولانا مرجع زيد عمر خالد، اتفقنا على آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وأنا عندي إجازة من عنده. والله العظيم رحت للشيخ ناصر مكارم، شهد الله وعلم، قلت له شيخنا الجليل، أنا مطلوب مني أتكلم ضد السيد الشيرازي بأمر المخابرات، فأنا بيكون عملي مبري الذمة أمام الله، وذولا يضغطون علي. أنا قلت لهم أتفق وياكم، نلجأ إلى حاكم نصف وعدل بيننا، فاخترناك أنت شيخنا، أرجوك توضح لي المسألة، أنا ما أدري هذا عميل، وأنا والله شهد الله وعلم ما أدري، شهد الله وعلم ما أدري، والله العظيم ما أدري، أنا أعرف السيد رجل مظلوم يعني. فقال لي شيخنا بهاي العبارة: لا يجوز تضعيف السيد محمد الشيرازي، ما يجوز، حرام شرعا تضعيف السيد بأي لون من الألوان، ما يجوز، رجل مؤمن مرجع تقليد. قلت له رحم الله والديك بارك الله فيك شيخ، قلت له تسمح لي أنقل العبارة هاي للمخابرات؟ قال لي بلي، روح بالليل. رحت مولانا إلى المخابرات بنفسي، قلت له أنا استفتيت ناصر مكارم آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي على هالموضوع، فقال لي بنص الحرف هكذا وهكذا وهكذا. قال بلي، قال لك شديك لي بلي، تبون بعد سوون بروندة ضد ناصر مكارم، داك بحث اخر، تبس سووا فايل ضده، داك بحث اخر. قال له بس اكتب. قلت له بسم الله الرحمن الرحيم، انني فلان بن فلان استفتيت الشيخ ناصر مكارم بهالقضية وقال لي كذا وكذا. قال بس روح البحرين شوف شو بنسوي فيك. قلت له اللي بتسوي سو، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفعلا اشتغلوا علي في البحرين بدليل انا في سنة 95 صعدت المنبر في بلاد القديم. طبعا صعد المنبر في بلاد القديم في ماتم السيد محمد الله يحفظه في 95 المحج مهدي البصري، روح اسأله. طبعا اخذني من خامس محرم، كان الضعيف كان عنده خطيب، هو بس خطيب شويه على كل حال حسب ما يقول، شويه صحته ما كانت تساعده، فنبيك انت تصعد المنبر، واتفقت يا خمس ليالي وعين لي الاجره. انا ما عينت الاجره لانه ما احب اساوم على المنبر، فقال لي اعطيك هالقد. قلت له الله يرحم الرحم مولانا، صعدت المنبر في بلاد القديم ليله خامس محرم، خوش مجلس، رحم الله والديك، عظم الله اجره. يوم ثاني رحت حتى أصعد المنبر، قال لي حج مهدي البصري روح اسألوه في البحرين، وحج عبد الله البصري هم شاهد. قال لي شيخنا أرجو المعذرة. قلت لي ليش؟ قال والله جتني ضغوطات، تقول إذا تصعد هذا الشيخ المنبر بعد زحمة وكذا. قلت له أنت تخاف الله لو تخاف ذولي؟ قال شيخنا سامحني. قلت له على كل حال سامحني، أنا ملتزم ياك بعقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال إن شاء الله، ومللني قوم باكر كل يوم باكر. قلت له شاعد لحج عبد الله البصري، بابا هذا أخوك سوى فيه هالنكتاي. قال لا طلع حقكني، وفعلا أعطاني الأجرة كاملا، الحمد لله رب العالمين. أنا مو هدفي هذا، بس أريد أقول لك هذا رجل في البحرين مولانا، وأنا صاعد المنبر وملتزم إياه بعقد شرعي، ضغطوا عليه الجماعة. الناس طبعا مو كل أصابعك مو كلها واحدة، هذه تجربة في البحرين. في المحرق مولانا الأجل ماتم سيد محمود، وروحوا سألوه، هذه أرقام مولانا، تجارب بس فيها عظة وعبرة. إيش حجي ماتم سيد محمود المسؤول عنه حج حسين أمر الله دعاني للقراءة هناك مولانا الأجل. يوم ثاني قبل لا اروح انا اقرا، قبل لا اروح اقرا يجي اعتذر من عندي، قال لي شيخنا ارجو المعذره. قلت له شنو السالفه؟ قال والله جتني ضغوطات، نادر غير نادر، وذاك زيد وعمر وخالد جو ضغطوا علي، بالتالي انا ارجو المعذره. قلت له روح الله يسامح. انا مولانا تزوجت في المحرق زوجه ثانيه، تزوج زوجة ثانية في المحرق في قضية مفصلة على كل حال، شهد الله وعلم. يوم ثاني من الزواج
راحوا لهذه المرأة قالوا لو شلون انت تتزوجين واحد شيرازي، هذا لا تيب منه أولاد. شنو الشيرازي يهودي؟ الشيرازي نجس؟ قولوا لي. شهيد الله وعلم. الشيخ محمد مكي الساعي صديقي هو ينقل لي بعظمة لساني، راح يخطب من جماعة قالوا لي هذا الشيرازي. هاي حالة. وما زلنا احنا محاربين باسم السيد الشيرازي، ما زلنا والله العظيم وبالله الكريم في عمان، ولا ارسلني الى في هذا في 91 الحج، ارسلني الى عمان الشيخ محمد حبيب المقداد، خوش خطيب رجل مؤمن انا اعرفه، كان يقرا في عمان شهيد الله وعلي، وانا كنت اقرا في الشارجة سنة 90. قال لي ليش ما تروح عمان شيخ؟ قلت له يلا على ايده. والله العظيم رحت عمان في الخابورة هناك، ما بجيب الاسماء. فقال اصعد لنا تجربة منبر. قلت له صعد. والله خوش خطابة وكذا، واتفقت اياهم على محرم. بعدها بيومين كنسلوا العقد. ليش؟ شيرازي. تجارب اقول لك. رجعت الى الامارات، التقيت بالشيخ محمد حبيب المقداد وهو موجود هم، روح اسألوه. قال شيخنا ان شاء الله توفق. قلت له لا نور عيني. قال لي ليش؟ قلت له شيرازي. قال عجيب. قلت له بلي. قال انا لله وانا اليه راجعون. طلع من جيب الشيخ الله يحفظه ان شاء الله 1500 درهم، قال لي هذه قبلها مني هديه رحم الله والديه. صلوا على محمد وال محمد. فمظلومية السيد الشيرازي رجل مظلوم، وهاي الأحداث اللي شفتونها تدلل على مظلوميته. أنا ليش أقول ذا الكلام؟ لأن أنا ممكن وأنت أيها العالم ممكن نصير مثل بلعم بن باعورة. القرآن يتلو على مسامعنا هذه الآية، اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. بلعم بن باعورة تعرف منه؟ هذا عالم جليل القدر إن شاء الله إن شاء الله. صلى على محمد وآل محمد إن شاء الله إن شاء الله. بلعم بن باعورة رجل آتاه الله الاسم الأعظم، يعني يقول للسماء امطري تمطر. موسى سلام الله عليه نبي من أولي العزم، جاء لكي يحرر منطقة بني كنعان، فجاءوا إليه إلى بلعم بن باعورة. هذا موسى جاي لنا يبون يدعونا إلى الإيمان وإحنا ما نريد نؤمن، أوشن علينا حرب، فأنت تعال ادعو الله عز وجل أن يهلك موسى لأن أتاك الله الاسم الأعظم، عالم جليل القدر. يعني ممكن أنا وأنت نتعب على أنفسنا ونصير شيء من الأشياء، لكن ممكن ما نحفظ أنفسنا يوم من الأيام. الدنيا تغرنا، الشبح غرنا، الأموال تغرنا، ونقع وسرى لأهوائنا. اجوا بلعم بن باعورة قال له ادعو على موسى. ما كل انت عالم بيناتنا، الانسان هم يصير مغرور شوي. المهم ضغطوا عليه ما يصير كذا، لا بعد. فركب على حماره لكي يذهب الى الجبل ويدعو على موسى. انا لله وإنا إليه راجعون. وفعلا ركب الحمار، جاء شخص إليه سأل وين رايح؟ قال رايح أذهب إلى الجبل لأدعو على موسى. ف
فعرف الحمار وفهم الكلام بأن هذا سوف يذهب للدعاء على موسى، فامتنع الحمار، رحمة الله على هالحمار، فامتنع الحمار أن يمكن ظهره لموسى لبلعم بن باعورة. قال لي ليش؟ قال لأني علمت بأن سوف تذهب إلى الجبل لكي تدعو على ولي من أولياء الله، فامتنعت لذلك. والله شايف رواية، خوش رواية بس تأذي. يقول ثلاثة يدخلون الجنة من الحيوانات، مو لأن في جت أكل، لا بس تكريما، حمار بلعم وناقة صالح. إنا لله. خوش حمار يفتهم. بعض علماءنا للأسف حشى القاعدين وحشى المؤمنين ممكن يكونون مطية للظالمين ولتبرير أعمال الظالمين، وفعلا راح. يقول الرواية الإمام رضا ينقلها وتفسير الصافي عندك، أقول فأخذ يضرب الحمار ويضربه ويضربه إلى أن مات الحمار قتلا، ثم ذهب وأخذ يدعو على موسى زين، ثم وج لسانه، صار الآية تعلق، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. احنا ممكن نصير كذا مثل بلعم والعياذ بالله. وكم منا بلعم في هذه الدنيا اللي يتكلمون ضد السيد وضعفون بشخصية السيد، كلهم من هؤلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديث حول السيد الشيرازي. هناك حديث للحكام، وأختم بهذه المقالة. والسيد الشيرازي نفسه يشجعني أنا ويشجع كل صديق من أصدقائي، يقول اذهبوا إلى الحكام، يستدل بهذه الآية، اذهبوا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، بس مو بعنف، هداوة، روح للحكام وادعوهم لتطبيق الإسلام. هاي دعوة السيد الشيرازي. روح اليوم، وكان نفس السيد الشيرازي عنده لقاءات مفصلة مع كثير من الوزراء والمسؤولين. أنا أقول هذه الكلمة وهذا خطاب لحاكم البحرين من هذا المنبر، لأننا ما عندي حرية المنبر. بس حاكم البحرين يقول، وأنا سمعت بإذن هاي، يقول أول ما استلم الحكم سوف أسير على نفس النهج الذي سار عليه والدي. أنا سامعني، ويقول أنا عندي اقتراحات، وأي واحد منكم عنده اقتراح خليه يقترح لي اقتراحات. أنا أقول بأنه لم يسر على نفس النهج الذي سار عليه والده. الأمير الراحل عنده سلبيات وعنده إيجابيات، والحاكم اليوم عنده كذلك إيجابيات وسلبيات. الإمام علي سلام الله عليه يقول في وصيته إلى مالك الأشتر، يقول وأنا أقولها لي خلي يسمعني، يقول لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف بحقه غير متعتع. خلي يصير عندك مجلس عام تستقبل فيه الناس وتأخذ بظلامتهم، هذا المجلس العام. هذا المجلس لا يحل ولا يربط، لا يحل ولا يربط. انت اسس لك مجلس لتاخذ الظلامه وتنصف الناس. انا اذكر شغله واحده، مولانا الاجل، انا بختم ان شاء الله، طوت عليكم سامحوني، صلاه على محمد وال محمد. الامير الراحل تطبيقا لكلام السيد الشيرازي رحمه الله عليه، كان عنده مجلس كل أسبوعين يقعد يستقبل الناس، الحقير، الشريف، العالم، الجاهل، الوزير، كله يستقبل عادي وياخذ الرسائل.
ولا يقدر يقضي لي حاجته يقضيها ليلة، ما يقدر يأجلها ليلة. المهم أنا ما له شغل هو وذمته يوم القيامة، بس هذا المجلس كان موجود ويستقبل في جميع الناس. هذا من أحد الإيجابيات. طبعا في سلبيات كثيرة، على كل حال الكلام أنه إحنا، هو قال سوف أسير على نفس النهج الذي سار عليه والدي. أنا أدعوه أقول له أن من صميم هذا المنهج هو الجلسة العامة للناس، فليش تلغي الجلسة؟ اقعد للناس يا أخي، اقضي حوائجهم، افتح صدرك لهم. كثير من المظلومين ما يقدرون يوصلون صوتك إليهم، فلما تقعد للناس وتستقبل الناس باستطاعتك أن تقضي حوائجهم وتنصفهم. كثير من المظلومين موجودين، كثير من المغتصبين موجودين، ما ممكن أن تحل مشاكلهم إلا عن طريق فتح المجلس العام للناس. افتح مجلسك للناس، اقضي حوائج الناس، بادر إلى إنصاف المظلومين. هذا ديدن الحكام سابقا في البحرين، خلي يكون ديدنك هكذا يا أخي. التواضع جيد. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مشاء في قضاء حوائج الناس. السيد الشيرازي رحمة الله عليه كان مشاء في قضاء حوائج الناس. هو بنفسه يقول لنا شيخنا أنت يكون عندك كثير من الأمور. أولا يكون عندك قلم قوي، أكون عندك خطابة قوية، أكون عندك علاقات اجتماعية قوية. سولك بالمجلس مالك يو أسبوعيا إقرايا للناس زين، وأقضي حوائج الناس، لا تتملل من الناس، أقضي حوائجهم، افتح صدرك لهم. يوم من الأيام عيسى بن مريم زين قعد ويا الحواري، ف مر على بعض الناس فأخذ عيسى بن مريم يغسل أي أرجل الناس، قام يغسل أرجل الناس. عيسى بن مريم رجل عظيم نبي، قام يغسل أرجل الناس، فاستغرب الحواريون من ذلك. سيدنا نبينا ليش أنت تسوي كذي؟ في بعض الناس كان يتصل بالسيد الشيرازي يعني شوية، يقول له سيدنا بكم كيلو الآلو في السوق؟ بكم الكيلو الآلو في السوق؟ أكو بعض الناس هكذا يعني يقصدون شوي يأذون السيد، بالله عليك هذا سؤال تسأل مرجع تقليد أنت. لكن السيد بكل رحابة صيد، بكل ابتسامة، بكل وداعة، أقول له حقيقة أنا ما أدري، بس بكرة اتصل فيي أنا أجاوبك، أقول لك الكيلو كم إن شاء الله. شوف تواضع جميل. فعيسى بن مريم يغسل أرجل الناس، استغربوا الحواريين ليش أنت تغسل أرجل الناس؟ قال هكذا كونوا في الناس. انتوا علماء الدين، انتوا الخطباء، انتوا المؤمنين، هالشكل كونوا في الناس، اقضي حوائجهم، يسر عليهم. كل واحد منا لازم يفتح مجلسه للناس. اي نعم. السيد الشيرازي رحمة الله عليه عاش مظلوما ومات مظلوما، كديدا أئمته سلام الله عليه، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. جنازة الحسن يبون يودونها بس يطوفونها على مقام رسول الله، فصرخت المرأة لا يدفن الحسن في بيتي، وإذا بسبعين سهما يوجه إلى جنازة الحسن. حتى أن الحسين سلام الله عليه لما دفن الحسن تقول الرواية انتزع من كفنه 70 سهما. عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء،
والمعزى بهذه المناسبة هو الإمام الحجة سلام الله عليه. أنا أختم بهذه الأبيات للسيد جعفر الحلي، يوجه نداء إلى الإمام الحجة، يقول: أدرك تراتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور، ما صارم إلا وفي شفراتي نحر لآل محمد منحور، سيدي فلو أنك استأصلت كل قبيلة قتليا فلا شرف ولا تبذير، سيدي غصب الخلافة من أبيك وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور، خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور، والبضعة الزهراء أمك قد قضت قرح الفؤاد وضلعها مكسور، وأبوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور، واسأل بيوم الطيف سيفك أنه قد كلم الأبطال فهو خبير، يوم أبوك الصيق شمر غيرة للدين لما أن عفاه دثور، أضحى يقيم الدين وهو مهدم ويجبر الإسلام وهو كسير، بأبي أبي الضيم صايا وما له إلا يا المثقف والحسام نصير، حتى إذا يا زجت له الأقدار سهم منيتين فهوى لقين واندك ذاك الطور، ظمآن يعتلج الغليل بصدره وتبل للخطي منه، صدور وتحكمت بيض السيوف بجسمه ويحس السيوف حكمه، يجور وغدت وغدت تدوس الخيل منه أضالع، سر النبي بطيها مستور، اي والله سر النبي بطيها يا مستور، بعد وثواكل يشتي الغيور حنين، يا لو كان ما بين العداوة يا غيور، كم حرتين لما أحاط بها العداء هربت تخف العاد وهي وقور، أويلي إي والله هربت تخف العاد وهي يا وقور، هتفت غدات
ذات الروح باسم كفيلها وكفيلها بثر الطفوف عفيرو. اي والله وكفيلها بثر الطفوف اي يا يا عفيرو. ما لاحظت عين الهلايا خيالها والشهب تخطف دونها وتغور ولا. فبدا بيوم الغاضرية وجهها، لكن شلون اقول كالشمس يسترها السنا والنور. فبدا بيوم الغاضرية وجهها كالشمس يسترها السنا والنور. قعدت تود لو أنها نعيت ولم ينظر إليها شامت وكفور. يا الله تقبل أعمالنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم عدنا حوائج وعدنا مرضى. اللهم اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، شافي مرضانا، يسر أمورنا، كف عنا أعداءنا، اشغلهم عن أذانا. اللهم اظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى. من اجتمعنا لأجله المرحوم السعيد آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي، اللهم جاف الأرض عن جنبه، أصعد بروحه إليك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة تسبقها صلواته.